غرامة مالية أقرتها محكمة ألمانية ضد والد الشاب ناصر أحمد من أصل لبناني واثنين من أعمامه بسبب حرمانه من حريته الشخصية لما كان قاصرا عندما جرت محاولة لإجباره على الزواج من امرأة لأن عائلته كانت ترفض مثليته. ويقول ناصر: هذا فصل قد أغلق وحياة جديدة أبدأها الآن، وقد بدأتها بالفعل. لا أريد أن أخفي الجانب الجنسي من شخصيتي، كنت أفعل ذلك مع والدي لأن الأمر كان يتناقض مع مفهومهما للشرف، وليس لدي الآن ما أخفي. وكان عثر على أحمد عند الحدود الرومانية البلغارية بعدما خطفته عائلته نهاية 2012 لإجباره على الزواج من فتاة لبنانية على حد قوله.